واستمرت العاصفة يا أصدقائي، واستمر نزول الأمطار حتى غدت الجداول أنهارا، تحطم كل شيء، ونيلز ورات ما زالا على ظهر مورتون. ترى هل سيقع نيلز عن ظهر مورتون؟ أقول لكم، هل تذكرون عائلة الدببة التي كانت تعيش بأمان في الغاب؟ هذا الفضاء مروع، لابد من وجود ظاهرة طقس غريبة. أنا لا أظن ذلك، فهذا غير معقول. دعني أفسر، الطقس دائما هكذا في هذا الموسم، ومياه المطر تغمر المنطقة وفي النهاية تصب المياه في البحيرة. نعم هذا منطقي جدا. فهمت. ترى ماذا يحدث للحيوانات في مثل هذه الظروف؟ نعم، إن الحيوانات قد تعودت على هذا، لقد هربت إلى المرتفعات، ولكن بالطبع لا تعرف، قد يكون بينهم بعض الأغبياء. يا إلهي، متى سيتوقف هذا المطر؟ سأموت جوعا قبل أن يتوقف، ولكن لا أستطيع أن أفعل أي شيء. ماذا؟ ما كل هذا الماء؟ ما إلى طعام؟ لقد مر وقت طويل. ترى لماذا يصعدون هناك؟ يا إلهي، متى حدث هذا؟ سأغرق يا إلهي. نجدة، الذي يحدث؟ يا إلهي، ماذا أفعل الآن؟ ما المضحك؟ أنت هناك، ما المضحك؟ تبدو كمن ساعة مبتلة. أيتها الحمامة القذرة، ماذا تعني بحمامة قذرة؟ أنا أجار الحمامة الشهيرة، أنت لا تعرفني لأنك متنقل، ماذا تفعل أنت هنا؟ حسنا، أنا لا أتلقى الأوامر من أحد أيها الممسحة المبللة. سأذهب. نعم أنت مزعجة حقاً، أليس كذلك؟ سأقول لك بأن ذلك ليس من شأنك أنت، فهمت؟ أنت شخص متسلط جدا، مغرور. نعم، إذا استطعت أن أستعمل هذا الطير الغبي لمعرفة مكان الإيواز. قل لي حقا، أنت طير سعيد بالمناسبة يا أجار. أنا كنت أسافر مع سلم القائد أكسا، ولكنني أضعتهم. ألا تعلم أين أجدهم يا أجار؟ إني أعرف، ولكني لا أستطيع أن أخبرك. ولماذا لا تعرف؟ أخبرني. أنت لا تبدو لي كثعلب أمين. لقد فهمت، أنتم معشر الطيور ليس لديكم شعور. أنا في مشكلة. ماذا تعني مشكلة؟ لا بأس، إنه عالم قاسٍ جدا. انتظر لحظة، قلت لك انتظر لحظة. ماذا تعني؟ ماذا عن سرب أكس؟ أرجوك يا سيد ثعلب، أرجوك هيا أخبرني. قلت لك انتظر لحظة. ماذا تعني؟ ماذا عن سرب أكس؟ تضايقيني. حسنا، لقد سألتني البجعات في البحيرة البعيدة. لابد أنك تتكلم عن عائلة ضوء النهار. نعم، ضوء نهاري، نعم. لقد دمرت أعشاشهم بسبب الفيضان، وهم يريدون القزم الذي لا أكسى أن يساعدهم، وأنا لا أستطيع أن أساعد وحدي. فهمت، ولكن لماذا يطلبون من ثعلب نقل الرسالة؟ ماذا؟ ألا تري أن هذه حالة طارئة، وفي أوقات كهذه علينا أن ننسى خلافاتنا، فنحن كلنا حيوانات. اذهبي واخبري أكسا، هيا بسرعة. حسنا، أنا لا أتلقى الأوامر من أحد أيها الممسحة المبللة. سأذهب. نعم.
كيف تجرؤين؟ ولكن سأذهب لأخبر أكسا، ليس من أجلك بل من أجل الطيور. ها؟ لا تذكر اسمي لأكسا، قد يسبب شكوكا غير ضرورية. يا إلهي، خذي عطل، خذي عطل الحمامة. وما هي رسالتك التي تحملينها؟ سررت لمعرفتك، أنا أجار الحمامة. لقد طلب مني رئيس البجاعات، نعم رئيس البجاعات التي تسكن في البحيرة البعيدة، بأن أخبركم بأن أعشاشهم قد دمرت بسبب الفيضان، وهم يريدون مساعدة القزم الذي معكم. ما رأيكم؟ ها من فضلك. ماذا؟ البجاعة؟ البجاعات يريدون المساعدة. ها؟ لا 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 لا, لا, لا. أنا لا أريد أن أساعد هؤلاء المتعجرفين أبداً، لن أساعدهم. لقد كانوا دائماً يحتقروننا دائماً. أنا لن أساعدهم أبداً. وعلى حق. إنه على حق، إنهم مجموعة طيور متعجرفة. والآن اسمعوني جميعاً. صحيح أن البجع طيور متكبرة وقد كونت فرقة موسيقية خاصة بها، ولم تدعنا نشاركها، وذلك لأنها تظن بأنها أجمل طيور في العالم. إن هذا سيء. ولكن هذه الطيور المتعجرفة طلبت مساعدتنا، ألا ترون ماذا يعني هذا؟ أتدركون الأمر فعلا؟ ما رأيكم الآن فيما سمعتم؟ نعم، لابد أنهم في مشكلة كبيرة. إنهم في مشكلة كبيرة. هذا صحيح يا أنجريد، لن نستطيع أن نرفض المساعدة عندما يحتاجها أحدهم مهما كان السبب. والآن سنذهب، هيا بنا. حسنا، علينا جميعا أن نساعد من هم بحاجة للمساعدة. استعدوا للرحلة الآن، هيا أسرعوا. لا إلهي، هذا الشخص لا يملك عقلا. جاستر. نعم. انتبه لما تقوله عندما تصل إلى هناك. هل فهمت جاستر؟ حاضر. انظر يا نيل. ماذا؟ ها؟ إنها قلعة، قلعة وسط البحيرة. غريب، غريب فعلا يا رات. ها؟ لقد منع صاحب القلعة أي شخص من إطلاق النار على البجع. لماذا؟ إنه يعتقد أن البجع يزيد من جمال القلعة. البشر لهم تصرفات غريبة. شكلها جميل جدا يا نيل. اتخذوا ترتيب الهبوط، استعدوا للهبوط جميعا. هم قادمون كما خططت تماما. والآن اسمعوا، الفيضان كان أكبر مما توقعنا، لقد فقدنا أعشاشنا وكل ما نملك من البيض، لكن الآن جاء الوقت لنريهم روحنا الحقيقية. سنريهم من هم أجمل الطيور في العالم. سنبني أعشاشنا ثانية، يجب أن لا نفقد كبرياءنا مع أعشاشنا. هل فهمتم؟ ولكن يا عزيزي بيضي، أريد أن أستعيد بيضي. إنني أقدر شعورك، ولكن عليك أن تنسي أمرهم. تشجعي الآن. أحدهم قادم هنا. ماذا؟ جينر، دعهم يصطفون بشكل مستقيم. حاضر، اصطفوا بشكل مستقيم، هكذا قال القائد. والآن افهموا هذا، لا تنظروا إلى البجع بفضول، اجعلوا ظهوركم مستقيمة ولا تطيروا إلا مع المجموعة، ومهما قالوا أو تعرضوا لكم أو حاولوا إيذاءكم تجاهلوهم. نعم، إنها ليست مسألة مركزنا نحن فقط، بل إن مركز كل الإوز بين أيدينا.
لماذا أتوا هنا؟ ولكن هذه البحيرة ملك لنا، إنها مجموعة قذرة من القذرة. لن ندعهم يجعلوا بحيرتنا قذرة. اسكتوا اسكتوا جميعا. ذلك السرب هو الذي يقوده القائد أكسا، وهو ذو قدر كبير ومركز عال بين جميع الإوز في هذه البلاد. كونوا مؤدبين معه. ها إنهم قادمون إلى هنا. أطيعوا القائد أكسا. لقد سمعنا كل ما قلته لنا. أنت ماذا؟ إنهم متكبرون فعلا. لا لا يا مارتن، ألا يمكن التعامل معهم بسهولة؟ إنني أشم رائحة مشاكل. اهدأوا مهما حدث، وحافظوا على كبريائكم كما جاء. يا له من منظر جميل. مغرورون. لا أستطيع التحمل. لا أستطيع أبدا. وأنا لا أستطيع، أنا ريشي أجمل. أهلا بالقائد أكسا، مر وقت طويل. كيف حالك يا ذو النهار؟ أنا فخور فعلا بصداقتك. أشكرك على طيبتك. أشكرك، إنك لطيف جدا. هل رأى أحدكم إوزا أبيض؟ هل سمعت عن إوز أبيض؟ لم أسمع بهذا أبدا. الإوز لونه رمادي. لابد أنهم يحضرون خدعة في مكان ما، سأتأكد من ذلك الآن. ما الذي تفعلينه هناك؟ توقف يا مورتون. كن هادئا يا مورتون، لا نريد مشاكل. تحمل من أجل الآيلاند. نزع حقيقي للريش. ريش حقيقي، إنه أبيض بالفعل. هي كف عن ذلك يا غبي. ماذا يوجد ضفدع وسخ هنا؟ أنا لست ضفدعا، أنا إنسان. انظر إلى عضلاتي، هل تفكر بشيء؟ أخرني. اهدأ يا ريش، لا نريد مشاكل. يظن أنه يستطيع أن يخدعنا. لن نتقبل إوزة بيضاء. انزع ريشة. هيا. مارتن يا عزيزي، وقف عن ذلك. أرجوك مارتن، ليس إوزة. حسنا، دعيهم لي. اهدأ يا مارتن. ما هذا؟ الغبي. قتله كيف يجرؤ. امسكوه. يا مرتين، ما كل هذه الضجعه؟ لكم هذا ما خططت تماما. هجموا. نعم هذا ما خططت تماما. هجموا. نعم ماذا يا أولاد؟
يا فضيل أزل اتركني يا شبان يا شبان يا شبان أنا لست من حجمك. تبا لهم هنا أرجوك أرجوك هذا نيل دعني على ظهرك وضر نحو الضجر أرجوك هناك ذلك يبدو ممتعا حسنا سأفعل قائد أكسام ماذا سنفعل بها ليس بعد أن وصلت إلى هذا الحد انظر هناك أجر والآن يضوء النهار افعل شيئا تعالوا هنا لنعد إلى تسكيننا جنر نعم لم تحسن التصرف يا جنر كان عليك أن تهدئ الجميع أخبروني الآن ماذا كان سبب كل ذلك العراك السخيف أنا لا أعلم حقا سيدي مرتان إلهي ما قادمة هي أنا لم أقل شيئا أخبرني مورتون أيها القائد لقد دفعوا ديدي ونتفوا ريشي ريشة ماذا لم يعجبهم ريشة مورتون ثم نادوني أنا بالضفدع القذرة ونحن كنا قد حضرنا لمساعدتهم ماذا كنا سنفعل تريدون أن نسكت لهم مورتون هل فهمت يجب أن نعتذر للبجع انظر البجع قادم البجع قادم هنا سيدي هل حضروا لمزيد من القتال اسكت أيها القائد أنا آسف لما حدث أرجو أن تقبل اعتذارنا جميعا يا قائد أكسا أرجو أن لا تظن أننا نتصرف هكذا دائما يا عزيزي أكسا ونحن يجب أن نعتذر عن تصرفاتنا يبدو أن مورتون كان السبب في كل ما حدث ولكن مورتون ليس إوزة برية إنه إوزة مزرعة إوزة مزرعة؟ ولكن لماذا هو معكم؟ إنه في طريقه إلى لايلاند معنا فهو الذي أحضر القزم الذي طلبتم مساعدته مع أنه من بني البشر إنه طيب جدا صدقوني ماذا؟ نحن طلبنا النجدة يا قائد أكسا ماذا تعني بقولك طلبتم مساعدته؟ نحن لم نطلب شيئا ولكن آجر الحمامة ماذا ماذا؟ كيف تقول كذبة كهذه؟ لقد كدنا نقتل جميعا يا غبي أنا ما جميعا توقف أنت لا تجرؤ على الهروب من الذي أخبرك هذه الكذبة من؟ هيا تكلم أخبرنا من؟ تكلم حسنا لقد قال بأن لا أخبركم ولكن الريكس الثعلب قال لا ماذا؟ ماذا؟ ليس هو ثانية لكن الثعلب المكار قال علينا أن ندفن خلافاتنا لا أنت لا تستطيع أن تثق به أبدا إنه ركس المخادع أنا اعتقدت بأنه أهلا للثقة ولكن لما وثقت به لما أيها القائد أكسا إنني أقدر موقفكم الطيب ولكن لا نستطيع استعادة البيض إذا انظر إلى ما سيفعل نيلز لقد كان ريكس مصيبا تماما عندما نادانا جميعا ومعنا نيلز للحضور إلى هنا حسنا هي الطريقة الصحيحة كيف أي دعني أرى إنهم لم يموتوا ويزالون فعلا
فعلا. إن النيلز يقوم بعمل جيد. إن القائد طيب جدا يا رسيب، طيب جدا. هي رسيب جسر، راقبوا المكان جيدا، لابد أن يأتي ريكس، راقبوا جيدا. ها حاضر. تبا كيف سيحضر الثعلب إلى وسط البحيرة؟ إنه يخاف منها. كيف؟ هيا لنتعاون، هيا اسحبوا، هيا. هيا 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 أنا زاهي. أنا ريكس. لذا دعك تفلتني هذه المرة. ساعدوا نيلز جميعكم. لا تدعوا الثعلب يهدأ. في المرة القادمة يا أصدقائي سنرى السرب مستمرا في رحلته. يمر السرب فوق مدينة خالية من السكان. لماذا يذهبون إليها ويتبعون الغراب الذي يرشدهم إلى كوخ في طرف المدينة؟ عن ماذا يبحث هذا الغراب؟ سنرى في المرة القادمة طبعا، ونيلز دائما جاهز.